ولا نزال مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا، حيث من المنتظر أن يتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة. قرية المعصرة أول قرية نموذجية تكتمل بها مشروعات المبادرة الرئاسية بمركز ومدينة ملاوي بمحافظة المنيا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اصطفاف أكثر من 1500 متطوع من التحالف الوطني للعلم الأهلي التنموي في قرية المعصرة بمحافظة المنيا. الرئيس السيسي وجه التحية للمتطوعين تقديرا لجهودهم المبذولة ضمن المشروعات والمبادرات في قرى حياة كريمة بمراكز محافظة المنيا، والتي سعت لتحسين معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من المنتظر أن يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة داخل قرية المعصرة بمركز ملاوي، والتي تضم المجمع الزراعي ومركز إنتاج الألبان ومكتب البريد بالقرية. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتناول الإفطار مع أهالي قرية المعصرة، حيث حرص السيد الرئيس على التواجد مع أهل القرية والتواصل معهم بشكل مباشر في لقاء مفتوح.